بحث وزير التجارة والصناعة طارق قابيل مع السفير اللبناني بالقاهرة علي الحلبي تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأكد قابيل حرص مصر على دعم استقرار لبنان ومساندتها وتذليل كافة العقبات أمام انسياب حركة التجارة البينية معها، لافتا إلى أن مصر تتطلع إلى أن تكون الشريك التجاري الأهم للبنان وقاعدة للاستثمارات اللبنانية في أفريقيا. من جهته أكد الحلبي على حرص بلاده على تنمية العلاقات المشتركة مع مصر.